أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الجولة شملت تفقد أعمال الترميم للكنيسة المعلقة وافتتاح حصن باب اليون وبوابة عمرو بن العاص بعد اكتمال عملية الترميم. وأشار مدبولي إلى أن المنطقة الأثرية تضم مجمع الأديان السماوية وهي الإسلام والمسيحية واليهودية، بالإضافة إلى الجزء التاريخي وهو حصن باب اليون نفسه الذي يعود إلى العصر اليوناني. بدأنا هذه المنظومة على مستوى الجمهورية بحيث أن يكون عندنا مركزي على مستوى الدولة، مركز قومي وفي مراكز أكاديمية وعلى مستوى المحافظات، وكان يعني تشرفنا أن فخامة الرئيس قبل كده افتتح 5 مراكز كانوا فعلا بالفعل تم إنشائهم. النهاردة كنا بنفتتح محافظة القاهرة، والجاري إن شاء الله بنهاية الشهر القادم هيبقى هناك 13 مركز على مستوى الجمهورية كلهم بقوا قيد التشغيل والإنشاء. الحقيقة الجزء الثاني من الزيارة، ويمكن دايما هذا الجزء بيبقى شديد الأهمية، وهو تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الترميم وتطوير مناطق أثرية وتاريخية في قلب القاهرة التاريخية. الحقيقة يمكن الزيارة زي ما حضراتكم يعني تابعتوا معايا، بدأنا بتفقد الكنيسة المعلقة، وبعديها يمكن تفقدنا ترميم وافتتاح تطوير حصن باب اليون وبوابة عمرو بن العاص نفسها، اللي هي البوابة اللي دخل منها يعني الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، دخل مصر وفتح، وإذانا بالفتح الإسلامي لمصر البوابة اللي احنا يعني شفناها مع بعض. وانتهينا هنا بمنطقة معبد بن عزرة اللي بنفتتح يوم بعد اكتمال الترميم الكامل. احنا هنا بنتكلم على مجمع أديان، 3 أديان السماوية موجودين في هذه المنطقة.